نشكر القناة أيضا على حضورها لأخذ صورة مجملة ومختصرة لخزانة جامعية متميزة على الصعيد الوطني والإفريقي ولما العالمي في إطار المشروع المرتقب لها، وانطلاقا مما أنجز فيها على مستويات عدة، انطلاقا من أرضية اعتمدها السيد الرئيس دكتور عز الدين المداوي والتي لا بد من الإشادة بها وتأكيد أهميتها. هذه الخزانة يمكن الحديث عنها من خلال ثلاثة عناصر أساسية. العنصر الأول هو أنها تندرج ضمن مشروع تطوير جامعة بن طفيل. هذه الخزانة تضم تقريبا 60,000 كتاب في رهن إشارة الطلبة في ثلاثة أقطاب ضمن ثلاثة مستويات. هناك مستوى يضم قطب العلوم الإنسانية والاجتماعية في الطابق الأول، وهناك الطابق الآخر الخاص باللغات، وهناك طابق خاص بالعلوم الإنسانية إضافة إلى مرافق أخرى وقاعات للمطالعة وقاعات للأطفال بالإضافة إلى باحة للأطفال وأيضا مكاتب للإدارة. هذا العدد الذي هو موجود عن إشارة الطلبة إضافة إلى عدد آخر من الكتب تحت المعالجة، لأن كما تعلمون أن سلسلة التدبير المكتبي والوثائقي هي سلسلة تبدأ من اقتناء الكتب إلى التسجيل هذه الكتب وتصنيفها وإدخالها ضمن المعالجة الآلية في إطار نظام تدبيري معلوماتي. ولذلك فلدينا الآن أكثر من 20,000 كتاب للمعالجة في مستويات علمية ومعارف علمية متعددة. الخزانة الجامعية ابن طفيل اعتمدت نظاما معلوماتيا متطورا جدا، وهو ما يسمى بكوها، يسمح بالتصنيف والفهرسة ويعطي إمكانيات للسلامة والجانب الأمني بالنسبة للكتب بشكل دقيق جدا، يعني يتجاوز أنظمة معلوماتية أخرى، وهذا شيء جد مهم ويسمح لنا بتدبير أكبر عدد من الكتب وأيضا الحفاظ على هذه الكتب من الضياع ومن التلاشي. بالإضافة إلى ذلك بالنسبة للخزانة الجامعية يعني يمكن أن تستقبل يوميا أكثر من 4,000 طالب في القاعات المتعددة، ولا شك أنكم لاحظتم أن هذه القاعات هي متسعة وفيها عدد كبير من الإمكانيات التي تسمح للطلبة باستفادة من فضاء مريح وفضاء لائق وفضاء نظيف، بالإضافة إلى الآليات التي تسمح لهم بالإعارة المباشرة عبر البطاقات الذكية التي يتوفرون عليها، إضافة إلى طاقم إداري متمكن ومتمرس يعني يعتمد الآليات التواصلية المتطورة في التعليم.